50 سنة وحنا هنايا عساسين عند النصارى، كنتفاجئوا بواحد السيد تيقول لك حنا نقزنا ليه وسكننا. حنا ما نقزناش، حنا ما كايناش الفوضى باش غنقزوا. الدرب ديالنا كله كيشهد لنا بأن حنايا كنا عساسين عند النصارى. عائشة ما كتبلغش، وسيد محمد ما كيتبلغش، وهادي ما كتبلغش. عاش القيد، عاش العامل، عاش الحكومة، عاش الأمن الوطني. لا شوف غنش وتا شي واحد ما خدام عندنا في العائله، الوحيد اللي خدام هو تاع هذا الملك الجديد. ما شفناه، ما تنعرفوش دابا واش كاين معاد ولا ما كاينش، ما تنعرفوش قسما بالله، ما تعرفوش شي واحد. هذا تفاجئنا احنا بهاد الورقه، تيقول لك استانفتو درتو، احنا ما درنا حتى شي حاجه، ما درنا محامي، ما مشينا عند محامي باش لا علم لكم بهذا، لا علم بنا الا علم بهاد الورقه هذه. قال الافراغ انا انا مريض حاليا، ما عنديش باش نشري الدواء. شوف هاد الدواء اختي غالي، ما كنقدرش نشريه. هاد الدواء اللي كيعطيو لي السبيطار كنخاف الله ما تلقاش نشربو، لان جاوا كتشربهم بجوج كتولي بقرقب، كتولي فاقد الوعي. انتم تعلمتوا اليوم بالافراغ ولا ما تعلمتوش؟ كان اخباركم هادشي؟ كان عندنا الخبر، كان عندنا الخبر. يعني سمعناهم قالوا درتوا السيناب، شنو اخباركم اللي درتوا السيناب؟ ما عرفت اخويا، انا جبنا مريض حالي، مريض بزاف.
الخضري ديالي دابا انت سيدي خرجت من الدار فين غتمشي تما مريض وحالتي بحال هكا المقبره كنطالب المقبره ماشي المقبره هي اللي غتهزني الحمد لله كاين الله وجه الله كاين فيه وش بلا ما كاينش فيه وش بلا حسبي الله ونعم الوكيل جيب لكم دابا 1000 شهيد 1000 وما اكثر الشهود شحال من عام وحنا هنايا ها الشهيد الوحيد كان صاحب العبد ديالي هذا ها هو اي واحد تجيبوه نشهد لنا هنايا كله الدرب عام قدر اليوم جاتنا قوه بالافراغ بغات تفرغنا ما تخرجنا للشارع لا قانون ولكن نسفنا المخزن جانا بلا قانون جانا واحد ورقه ديال الافراغ والحكم بالقوه بالافراغ ملي جا القانون جا المخزن الحمد لله حماونا الامن الوطني وراه مشاو في حالتهم ما فرغوناش علاش يفرغونا حنا 50 سنه وحنا في هذه البلاصه حساسين فيها ها الناس كلها عايز يسمع كلها تشهد ماشي غير الحومه ديالنا عايز يسمع كلها تشهد نعيطوا على اي واحد من اي بلاصه شتوه انتم الصحافه اي واحد قول لي تعالى تعالى الاخ ها الاخ ان اي واحد نعيطوا عليه يشهد شحال واحد ها السيد هذا جارنا تا هو اش كتعرف لينا السي عبد الله حنايا اش كتعرف علينا شكون اللي كان ساكن هنايا نتوما نتوما ايوا اسمع شحال من سنه اسمع اي واحد غادي يشهد لينا انا شحال واحد وشحال من عام وحنا ساكنين هنايا الناس كلها عايز يسمع كتعرفنا هنايا من ايام الاستعمار وبانا كان هنايا ومات بانا وبقينا حنا في بلاصتو حساسين على هذه الارض حتى كنتفاجئوا بواحد جا تيقول لكم محكومين بالافراغ بالقوه وبغى يخرجونا اللي شارف في فين غيخرجنا كان عليه شحال هادي بان من هاد السيد تيقول لك شاري مع النصارى في 74 علاش ما جاش في 74 خرجنا علاش ما جاش خرجنا علاش ما جاش فينا الحكومه وخرجنا الا حنا الحوش نقزنا ليه وسكننا فيه يدينا اعتقلنا يدونا للحبس حنا دايرين الفوز نقزنا البلاصه وسكننا فيها غنقز انا والام ديالي مرا كبيره تنقز ونسكنوا هنا 50 سنه وليك الساعه كانت امي باقا صغيره كانت تقدر تنقز لا هادشي لا يبغي لا الله ولا العبد هادشي ظلم مربي على الكلب راه غادي دير حسابه ماشي حنايا كنا عزابين عندو وخايفين اخويا جايين معاكم يعني جو ما مشيت عندو زيدون ما تنعرفوش هو كتعرف النصرانيه اللي خلا بالصحيح تنعرفوش هو تفضل الحاجه ما بغاش يتفاوض معنا كون تفاوض معنا نعطيه ديالو ما غنخافش ما بغاش الشارع هي هذيك غنتلاحوا للشارع تفاجئنا خلي واحد راجل مريض مرت سرطان ها هو في غنلوحوه في غنديوه هذا زيد هنا هذا ولد في زيد هنا هذا ولد ولد في زيد هنا علاش المخزن ها بنتي ها يمشي يلا قولوا لا حول لا ولا قوة الا بالله ما عندو لا تريك لا حتى حاجة انا شي قديم بالطراز ديالها شوف شو الدنيا هنا غتبان لك قدوميه تعرفها قديم قراي شوف قراي ديال الشراب ديال النصارى اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة